السلام عليكم تسمعينا الأوفياء ومرحبا بكم معنا في قناة دبي فيشينغ. كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كما كتشوفوا الإخوة اليوم إن شاء الله غنصطادوا بتقنية سبينينغ وغنصطادوا في مصب النهر كما العادة. وقبل ما نبداو الإخوان خليكم معايا من بعد تفاصيل قصير وغادي نرجع. كما كتشوفوا الاخوان جبرتوني كنتواجد الان في مصب النار. هذا المصيد اللي كيعجبني نصطاد فيه بزاف. هذا المصيد الاخوان كيتواجد في قريه تسطيحه اقلم شفشاون. بالنسبه للناس اللي كيسقسوني على هذا المصيد فين جا وجبرتوني الاخوان انا الاولي وصلت للمصيد. باقي غيلتحق بيا الرئيس مراد والرئيس محمد والرئيس الاخ ديالي حمد وغيجيب معاه الاخوان حتى لونا وغنصطادوا هنايا مجموعين. وكنطلبوا من الله اننا نشبروا شي حصيله ونفرحوكم بها. وبغيت نقول لكم الاخوان سمحوا لنا بزاف على الغياب. الحوت قليل كما كتعرفوا الحوت قليل كنصطادوا وما كنشبروا والو. واليوم جبنا لكم هالفيديو الاخوان وقبلوا علينا وكنتمنى انه يعجبكم هالفيديو الاخوان. وبلا ما نزيد نطول عليكم خليكم معنا باش نوجدوا الماتريال ديالنا ونبداو كنصطاد. الاخوان بالنسبه للماتريال اللي غنصطاد به اليوم غتجبروه كامل اسفل الفيديو في صندوق الوصف. الماكينه اللانسي الترولوك فلورو كاربون ولا تريسا الاخوان وحتى ليلور ولا الرابالات غتجبروا هادشي كامل باسفل الفيديو في صندوق الوصف. بالنسبه للناس اللي كيشريو من موقع اليكسبريس الاخوان سبق لكم تعرفتوا على هاد الماتيريال في الفيديوهات اللي فاتوا. غنركب هادشي بالزربه وغنبداو نصطادو على ما يلتحقوا بنا الاخوان. خليكم معايا. القصبه الاخوان طول ديالها 3 متر. الاخوان هي هذه القصبه اللي كنت شريت من علي اكسبريس. الصراحه هذه القصبه خرجت واعره الاخوان وصحيحه هي اللي غنصطادوا بها اليوم. ثاني حاجه الاخوان الماكينه ديالنا هذه الماكينه سيري 4000 معمره بلا تريس او لا الخيط ديال 20 ديال المليمتر. الترقيعه الاخوان بالنسبه للترقيعه فلورو كاربون ديال 50 مليمتر. بالنسبه للاخوان الطريقه ديال الترقيعه كلشي غنجبروه في القناه. غندخلوا القناه غنجبروا كلشي الاخوان. الاخوان كما كتشوفوا معايا الطعم صناعي ولا ليلور ولا الربانه شريتها من موقع اليكسبريس ودابا غنجربها هي اللوليه ونشوف واش غنشبر بها شي حصيله. اذا ما شبرنا بها الاخوان حتى شي حاجه غنبدلوا ليلور اخرين نبقاو نجربوا في ليلور. بالنسبه للناس اللي بغاو يشريوها هي وهاد الماتيريال كامل غتجبروا الرابط ديالهم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. القصبة الاخوان دابا واجده وغنمشيو نتوكلوا على الله نشوف واش غنشبروا شي حاجه. خليكم معاه. هادي كيفما كتشوفو هنايا فيها 13 سنتيم وفيها كيفما كتشوفو معايا هنايا 130 سنتيم يعني 13 ملم و 30 غرام. الحجم ديالها واقفة هيداك الكولور قلم قلم دك دك كولور يعني جدا جدا
بالنسبه للسماكات اللي كيعشقوا الشاقين. هو لعبه في 9 صح في 11 توقيت مكه وفي 9 توقيت غرينيش زائد واحد مع باريس سان جيرمان. وبحار واعر السي مراد. المهم ما عملش شي دوره. احمد بيدو غيتفرج الكره هنايا جا عندنا. ها هو ديك تبارك الله تبارك الله الإخوان. شوف الله واحد البركه الاخوان اليوم واحد الدرعي تبارك الله الخير. كنا غنشوف حنا الاخوان شبرناه في العشيه كفنا في البلاد. كنا غنشوف حنا الاخوان وضرب علينا في اخر ساعه. فتح الفيديو على غفله الزر فتح الفيديو ان شاء الله. الله يعافيك السي مراد. بالصحة اخي محمد الله العظيم بصحتك. مدة طويلة مدة طويلة ما جبرنا سمية كبيرة. انا نسيت بيك ما جبرت والله العظيم. لا تبحثنا صاحبي غير الكوب معاه ما عرف كنت غنجمع ولا ما كسمعش. تمشي تجيب التليفون ديالي على الموعد ديالي وصلت من يدي. الاخوان كما كتشوفوا جبرتونا غنمشيو فحالنا. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم وعجبتكم هذه الحصيله. صراحة الإخوان هاد الدرعي هو اللي كان اليوم يعني مدة طويلة ما شبرناش الدرعي وسمحوا لنا بزاف على هاد الغياب.
وراه الى الاخوان كما تشوفوا كنجيو نصادو ولكن الحصيله ما كتشبر والو. واليوم كما تشوفوا معنا جبرنا هذا الدرعي يعني النهار كعشيه كامله وحنا كنصادو. كنتمنى الاخوان يعجبكم هذا الفيديو، واللي عنده اي سؤال يخلي لي اسفل الفيديو، واللي باقي الاخوان ما عملناش الاعجاب بالفيديو يعملنا الاعجاب بالفيديو، واللي باقي ما شاركش معنا في القناه يشترك معنا في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا ان شاء الله. نتلاقاو في شي حلقه اخرى وموضوع اخر. مع السلامه. بلاتي بلاتي. وما ننساش الاخوان الشعار ديالنا، لسنا الافضل لكن لنا اسلوبنا الخاص.